أيها الأحبة، لقد بين شهيدنا الصدر قدس الله نفسه الزكية في إحدى خطب الجمعة خطورة عدم الورع وعدم تورع الكثيرين من فعل المحرمات، فيقول قدس الله نفسه: فنجد الكثيرين جداً مما لا مانع لديه من عمل المحرمات العامة والخاصة، فهو يكذب ويستغيب ويؤذي المؤمنين، وآخر يشرب الخمر ويتعامل بالربا، وآخر يزني ويلوك، وكثيرون جدا هم الذين يعتبرون سلوتهم التلفزيون، هسه اليوم الانترنت والموبايل، بما فيه من أغاني محرمة وصور خلاعية ومسلسلات أجنبية لم توضع ولم تؤسس أصلاً إلا لإخراج الناس عن ورعهم وعفتهم ودينهم. وليتهم حينما يملكون جهاز التلفاز أن يستعملوه بالحلال، فلا يغضب الله سبحانه، لكانوا أحسن صنعاً نسبياً، ولكن لذة النفس الأمارة بالسوء إنما هي بالعصيان والطغيان والتمرد أمام الله سبحانه وتعالى، وتجد في ذلك لذة ونشوة، كما قال الشاعر الفاجر: رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وهي الخمر قبحها الله ولعن كل شاربيها على وجه الأرض كائنا من كانوا. أو قول الشاعر: هيا نعصي جبار السماوات، والعياذ بالله، للذة نفسه الأمارة بالسوء، هذا السرطان الذي لا يمكن قتله إلا بإذن الله، إلا من رحم الله وعصم الله. فهو هذا الشاعر وكل من يكون على مثاله يعترف بوجود الله ويعترف بعقابه، ولكنه يجد للعصيان لذة لا تقاوم، فيلقي نفسه على المحرمات ويكثر منها، مع أن هذه اللذة هي الامتحان الإلهي الكبير الذي يجب تجنبه والخلاص منه مهما كان صعبا، كما قال الشاعر: يا لها لذة إن حلت تجلب الذل لهم والعطبا، أي في الدنيا والآخرة معا، تجلب الذل والعطب في الدنيا والآخرة. يكفي في ذلك أنها تورط الفرد في الدنيا والآخرة. وأوضح مثال على اللذة المحرمة هي لذة السكر بشرب الخمر، فإنها لذة لا تقاوم مع وجود الإدمان، مع أن حرمة شرب الخمر من ضروريات الدين ونص رب العالمين في القرآن الكريم. ومع ذلك في المجتمع المسلم نجد كثيراً من الحانات وبيوت الخمر منتشرة في كثير من بلدان العراق وغير العراق، وهذا من الخزي على المجتمع المسلم والمؤمن بطبيعة الحال. فنطالب من هنا بإغلاقها جميعاً على بكرة أبيها، عن بكرة أبيها، ولا يبقى لها باقية. إذن فجملة من اللذائذ يجب الاجتناب عنها، وهي محرمة وممنوعة، وإلا لا يمكن أن يكون الفرد مؤمناً ولا متورعاً كما هو واضح جداً. وإلى هذا الأمر نبه سماحة القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه عن آفات التواصل الاجتماعي، من آفاتها مشاهدة الأفلام الإباحية، حتى صار العراق ينافس على المستويات الأولى في ذلك، وإغراء النساء للرجال والعكس، وابتزاز الرجال للنساء العفيفات،
وتهديدهن بنشر صورهن، وكذلك انتشار الغيبة والنميمة والحكم المتعجل والتسقيط والأخبار الكاذبة والسباب والشتائم ونشر المقاطع التافهة وانتشار الطائفية وما شابه ذلك. ثم يستأنف شهيدنا الصدر قدس سره الشريف في تبيان ما إذا كان المؤمن متورعاً، قال: إن الإنسان إذا كان مؤمناً ومتورعاً لحقته تعاليم أخرى وتمارين أخرى تصعد به في درجات الكمال، من حيث إن كل لذة دنيوية وإن كانت مباحة تكون مرجوحة في درجات الإيمان العليا. ومنه يقول في الدعاء: اللهم إني أتوب إليك من كل لذة بغير ذكرك، لأنني حينما تلذذت بهذه اللذة نسيت ذكر الله سبحانه، وانشغلت باللذة نفسها، ونسيت أن الشعور باللذة أساساً من خالقه ومن جالبه ومن الذي ركبه بي هذا الشعور باللذة، إنما هو الله جل جلاله، إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى، فلم أذكر ذلك. انشغلنا باللذة ونسينا من أعطانا هذه اللذة، فخاب عملي في ذلك الحال، وهي أوقات كثيرة تمر على الإنسان على ذلك، بل لعل كل حياته على ذلك، كما يقول في القرآن الكريم: يقضي كل حياة غافلا عن معطي النعم ومعطي اللذائذ، كما يقول القرآن الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.